بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدين قناة الخليجية، ومرة اخرى ومن امارة الشارقة. وكما عودناكم اعزائي المشاهدين في كل حلقة ان نستضيف لكم نخبة النخبة من ابناء هذا الوطن. رحبوا معي اعزائي المشاهدين في ضيفي وضيف حلقتكم لهذا الاسبوع، مع رجل الاعمال المستثمر التركي الاستاذ علي التركي، وهو صاحب ومدير عام مجموعة كرجات في امارة الشارقة وبالتحديد في منطقة الصجعة. دعنا أعزائي المشاهدين نتعرف على ضيفكم ونعرف ما هو سبب تميزه. بالبداية أستاذ علي، مساء الخير. مساك الله بالنور. الله يحييك أستاذ علي. كما جرت العادة في برنامجنا، برنامج كفاءاتنا الإمارات وكلنا زايد، نعم، نرجع للبدايات. يعني تحدثنا وتحدث السادة المشاهدين عن دخولك دولة الإمارات العربية المتحدة وماذا عملت وصولا للمكان اللي أنت بتقوده حاليا. تفضل. نعم. سيدي، طبعا أولا كنت أنا في المملكة العربية السعودية، نعم، وكان عندي طموح اني اجي الامارات، نعم، والحمد لله والشكر جيت الامارات. وبداية بدينا في عجمان في كراج صغير، والحمد لله والشكر، بس كان عندي هدفي اني اخش بمجال قطع الغيار، نعم، ودخلنا فيها والحمد لله والشكر، الله وفقنا في اول محل اللي نحن نصور فيه، نعم. هذا بصراحه المكان هذا الي معزه خاصه، نعم، بالنسبه لي. وبعدين بدينا بالثاني والثالث والرابع والى اخره، وكذا بدينا والحمد لله والشكر. ودائما كنت اعاني من شغله، لما كنت اخذ قطع غيار من جماعه القطع الغيار اللي هنا موجوده شوي كانوا صعبين، ودائما كنت احدي نفسي اني افتح لي محل سكراب قطع غيار، وهدفي الوحيد انه الزبون يكون مبسوط. نعم. عرفت علي كيف؟ يعني عندي يعني سبب النجاح اللي موجود فينا انه رضاء الزبون فوق الكل. نعم. يعني والزبون دائما يكون على حق حتى لو هو غلطان. نعم. عرفت علي كيف؟ فهذا الشيء اللي خلانا بصراحه الحمد لله وصلنا هنا. نعم. هاي سياسه يعني البزنس الصحيحه، انه دائما الزبون على حق. بالضبط. غايه البزنس رضاء الزبون. بالضبط. يعني نتكلم عن الاستاذ علي التركي، نتكلم عن فريق العمل والستاف الموجود معك داخل كراجاتك السبعة. على أساس تختارهم يا سيدي موظفينك داخل هذه الكراجات؟ طبعا أول شيء زي ما قلت لك احترام الزبون، هذا رقم واحد، والاستقرار بالدوام. يعني هذولا يعني أجربهم لو كانوا طبعا في طبعا بنجربهم فترة أسبوع للعمال. الفريق إذا كان مثلا متعاون معانا ووجوده بالشغل، يعني تعرف حتى قبل شوي قبل اللقاء تحدثنا مع بعض إنه نكون يعني بدون حساسيات. الوضوح. نعم. فوق الكل. نعم. بالشغل تعرف انت ما في لا يصير حساسيات ولا شيء، كل شيء يكون بزنس ان بزنس، يعني. نعم. هذا هو. نعم. فالحمد لله. الحمد لله. نتكلم ايضا نتكلم ايضا عن رؤيتكم المستقبليه ان شاء الله خلال 5 سنوات قادمه، وبدنا نتكلم عن تطور هذا القطاع داخل دوله الامارات العربيه المتحده، واكيد في هناك منافسه شريفه وعاليه في هذا المجال. طبعا. كيف بتشوف حالك في هذا المجال؟ والله يعني لو نقدر نقول في يعني من 1 الى 100 اشوف بنفسي باول 10. ما شاء الله توب 10 يعني. نعم. يعني من خلال جولتنا الإعلامية في إمارة الشارقة وجدنا كراج الأستاذ علي التركي يمتاز بشعبية عالية. نعم. السؤال يا سيدي، كيف أجد هذه الشعبية؟ زي ما قلت لك قبل شوية، احترام الزبون أول شيء، ورضاء الناس طبعا. عمري ما أخلي صدق في التعامل. طبعا أول شيء الثقة لازم تكون موجودة. شغلة تانية السلوب. يعني ابسط حاجه زبون لما يتصل يكون زعلان قطعه خربانه ولا شيء، بدون ما اتناقش معه على طول ابدل له اياها، او اذا يريد يرجعها يعني هو ما في ضمان على حتى الا على الموت يعني. نعم اكيد. فنحن نعطي ضمان على كل شيء يعني. نعم. بضاعتنا الحمد لله واثقين منها، وزي ما قلت لك نعامل الناس كويس. السيارات واهم انواع السيارات اللي انت بتصلحها داخل كراجاتك داخل دولة الامارات العربية. انا خصوصا كلها امريكية يعني. نعم. متخصصين بجميع الامريكي، بس اكثر شيء سيارات الجموس اللي هي جي ام سي، وقطع الثانية الموبر اللي هي جيب جراند شروكي دوت شارجر، كله شغالين فيه. نعم. يعني تقريبا كل السيارات الامريكية متوفرة في كراجاتنا.
اول كانت كنا زي ما وضحت لك بالبدايه طبعا كان عندي كراج اصلاح بس بعدين طبعا تركته. نعم. لما دخلت بمجال القطع الغيار شوي غميق ولازم يعني كنترول. نعم. تعرف العمل ما يبغى له، فخليتني متخصص بس بالقطع الغيار. يعني اجيب السياره، اول سيارات اللي كنت اجيبها من امريكا لدوله الامارات كنا نصلحها. هالحين حاليا السيارات اللي تتصلح صرنا نسكربها. نعم. يعني نقطعها ونوفر خدمات للناس. يعني بدنا استاذ علي كمان بدنا نتكلم عن جائحة كورونا، كيف تعايشتم معها وايضا كيف خرجتم منها، وهل واجهتكم هناك معوقات او مشاكل داخل هذا القطاع اثناء جائحة كورونا؟ شيء طبيعي، لابد انه فترة الكورونا انه كان بداية انه كل شيء تسكر، ما كان حد يتوقع انه بالدنيا يصير كذا، مطارات تسكر، ما حد يقدر يسافر. يعني كانت هذه مفاجأة كبيرة، صدمة طبعا. نحن بالبداية خفنا بس الحمد لله والشكر، يعني طبعا مو نحن ما نقدر نقول، دولة الامارات هي بصراحة اثبتت نفسها انه دولة قوية. ف من خلال هذه الجائحة بالضبط، يعني نحن اول شيء شكر لله وبعدين شكر للشيوخ الامارات يعني. نعم، اللي ما قصروا طبعا بصراحة، مو بس انه الحق، يعني انه هم تحكموا فيها حتى احسن من الدول المتقدمة. يعني لو انت شفت مثلا اللي حصل في دول اوروبا، لا في دول اوروبا مثلا 200-300 سنة دولة انهاروا. نعم. هنا بالعكس. نعم. فهذا الشيء ساعدنا كثير نحن، والتجارة يعني اول كنا خايفين بضاعتنا ما تجي من برا، بس ما وقفت، بالعكس ما وقفت ولا تأخرت. نعم. الأمور ظلت ماشية. نعم. صح صار فيه خفيف الشغل طبعا، شيء طبيعي، الناس كانت مرتبكة بس على العالم كله ليس فقط طبعا دولة. طبعا بس الحمد لله بس طلعنا منها بأقل خسائر. يعني كما تعلم والكل يعلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة والحمد لله تدعم في منظومتين، مثل الأمن والأمان طبعا، وأينما وجد الأمان وجد الاستثمار والاستقرار أيضا طبعا. يعني عن منظومة نعمة الأمن والأمان، يعني شو بتعني نعمة الأمن والأمان إلى الأستاذ علي التركي، وماذا ينصح المستثمرين اللي بالخارج الذين يريدون الاستثمار داخل دولة الإمارات؟ طبعا أنا أشوفها بالنسبة لي، يعني أنا أتكلم شخصيا بالنسبة لي هي دولتي يعني. نعم. يعني هذه كل استثماري هنا في البلاد الحمد لله، حتى بيتي شاري هنا، وابني عندي واحد ولد الحمد لله تولد هنا الله يخليك. اشوف بصراحه دولتي يعني، مش ما شايف نفسي غريب اساسا. نعم. واي ناس بيجي على الامارات وطموحه قويه، يعني زي ما نقولوا كيف يقولون حلم امريكا. نعم. هنا اشوف انا حلم. ايوه نعم، بلد الفرص. نعم، بلد الفرص هنا بصراحه. نعم. وفي شغل خاص بالاستثمار ايضا، شيء طبيعي. نعم. فيعني اشوف بصراحه التوب ون هنا. مقبلين على عيد الاتحاد الخمسين. ايه نعم. لدولة الامارات العربيه المتحده. ايه. بدنا منك كلام بحق الوطن وقايد الوطن. طبعا الوطن زي ما قلت لك الوطن عزيز. نعم. طب احنا كلنا نفدنا للوطن، وزي ما قلت لك انا شايف نفسي بصراحه انا تركي صحيح، بس شايف نفسي اماراتي من نفس الناحيه. نعم. هذه فخر لي يعني. نعم. واضح انتمائك الحقيقي لهذا البلد. بالضبط. نعم. بالضبط. يعني اول شيء الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ اللي موجوده الحين، بارك الله فيهم وطول اعمارهم ان شاء الله. اللهم امين. وطبعا اول شيء من فضل الله وفضلهم نحن هنا. نعم. ف يعني اتمنى يعني تعيشي الامارات، اقول ما اقدر. نعم. اقول شيء يعني. الله يطول بعمرك. يعني الله يخليك. المشاهدين في هذه الكلمات الطيبه لا يسعني الا تقدم بجزيل الشكر والعرفان الى سعاده الاستاذ المستثمر التركي الاستاذ علي التركي، وهو صاحب ومدير عام مجموعه من الكراجات والقطع الغيار داخل دوله الامارات العربيه المتحده، وبالتحديد في اماره الشارقه منطقه الصجعه، وكن ضيف عزيز غالي على برنامجنا برنامج من الامارات. وكلنا زايد نعتذر على سوء الفهم اللي صار قبل اللقاء. لا لا عفوا عادي حبيبي. نتمنى لك التوفيق. الله يخليك حبيبي. كلك ذوق. الله يطول بعمرك. كلك ذوق. ونتمنى لك فروعك في السبع امارات ان شاء الله. ان شاء الله. ونشكرك على دعمك لهذه الله يبارك فيك الوطنيه الهادئه. شكرا جزيلا لك. عفوا حبيبي، حياك الله. We'll be right back.
شعبها هو سرها واجمل تلاحم بحرها مع برها وشيوخها اللي للسحاب تجرها في حبها من حقها نرزف نرزف لها ربها أجمل مثل وانفلها الله يحفظها و...